السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للشيت بتاع مادة الفيلسي الخاصة بالأستاذ الدكتور حسام، قبل ما أشرح الشيت 2 و3 للدكتور نزل، أنا رسالة تسجيل النهاردة يوم 3/11، يعني يوم الأربع ساعة ما انتوا خدتوا الشيتس، المفروض الأسبوع الجاي هتسلموها. الشيت 2 و3 سهل وبسيط، هو استكمال للتكنولوجيا بتاع التصنيع وشوية ملاحظات. احنا عاوز انبه على ان التقارير اللي الدكتور حسام بيطلبها عليها درجات، فلو سمحتوا انا عاوز اقول لكم ان انا وانا بسجل حوالي 30% من الدفعة ما سلمش تقارير الشيت الاولاني، فلو سمحتوا نهتم بالشتات لان عليها درجات، مش هقول عليها درجات يا شباب. شكرا. نستمر بالشيت رقم 2 و3. هنسجل في الفيديو الأولاني شيت رقم 2، والفيديو التاني شيت رقم 3 إن شاء الله، يعني حسب الوقت الفيديو. نبدأ بالشيت رقم 1. بيقول إيه في شيت رقم 1؟ بيقول هو شيت رقم 2، بيقول المصفت مانيفاكتشر، فبيقول لك كوتشن 1 ديسكرايب ذا ان مصفت ترانزستور. بيقول لك اشرح ال ان مصفت ترانزستور. ديسكرايب، ديسكرايب دي يعني تقول مقتطفات عن الديفايس وترسم رسمتين. طب الحل فين اللي الدكتور حسام ينزله؟ تعالوا نشوف الحل اهو. بيقول لك ايه بقى ديسكرايب ان مصفت؟ هتبدأ تقول له والله ال ان موسفت بتاعنا هو عبارة عن ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور، بيتكون من سورس ودرين، و السورس والدرين دول الهاي كوندكتنج ان تايب سيمي كوندكتور اللي هو ان بلس، والاتنين معزولين ببي تايب سبستريت. يعني ده كله ما بين ال ان بلس وال ان بلس بتاع السورس والدرين في بي سبستريت موجود، ومعزول عن طريق ريفرس بايس بي ان دايودز. يعني انت لو خدت ال ان والبي وال ان والبي بتوع السورس مع السبستريت والدرين مع السبستريت، هما الاتنين يعتبروا في ريفرس بايس، فانت بتعزلهم عن السبستريت بهذه الطريقة، او تعمل بارد لير زي ما احنا عملناها في التكنولوجيا قبل كده في الشيت الاولاني. بارد لير اللي هي كانت بتبقى في المنتصف هنا كده، وكنا بنبدأ نستخدمها عشان نعزل الـ نعمل الريفرس، نعزل ال ان بلس والان بلس عن البي سبستريت. نكمل ديسكرايب الديسكريبشن بتاع ال ان موسفيت. هو بعد كده عندنا ميتال اور بولي كوليسترولين جيت. الجيت عبارة عن بولي سيليكون او ميتال، وهي بتغطي المنطقة الفاصلة ما بين السورس والدرين. الجيت بتبقى معزولة او مفصولة عن السبستريت عن طريق الجيت اوكسايد، ونركز في حتة كلمة الجيت اوكسايد. والبيزك ستراكشر بتاع ال ان موسفيت وشكل السيمبل بتاعه، السيركت سيمبل والبيزك ستراكشر، البيزك ستراكشر ترسم له الرسمه اللي على الشمال. الرسمه دي بتقول لك ادي البي سبستريت زي ما احنا قلنا، وادي ال ان بلس درين، وادي ال ان بلس سورس، وادي الميتال متوصل بالفي جي اس هو الجهد الواصل ما بين الجيت والسورس، ال VDS هو الجهد الواصل ما بين الدرين والسورس. طيب وفي باك كوندكتنج او بايزنج مع السبستريت في الان موس بيبقى بوزيتيف، ودوت بنسميه VBS. ده البيزك ستراكشر. طبعا هنا بيقول لك ده النوع الدبليتد لاير، ان انا بعمل دوبينج بالبي بلس بزيادة عند الشانل، يعني انا هو عند الزيرو بايزنج الجيت بيبقى كوندكتد، في كارنت بيمر ما بين الدرين والسورس زي ما انتوا خدتوا المعاينة الديبليتد والانهانسد. عاوز ترسم للدكتور الانهانسد مش مشكلة، عامة لو هو ديبليتد بنروح جايين عاملين هنا جزئية كده بلاك سودا
عشان تقول ان هو ديبليتد، يبقى الرسمه دي صح كده. ادي الجيت، وادي السبستريت، وادي السورس، وادي الدرين، ده اللي الان موس. طب لو بي موس، البي موس اروح جاي عامل دايره اهي لو هو نوع بي موس، ولكن انا عندي هنا في المساله دي نوعها ان موس. بس هو رسم لي البيزك ستراكشر ده بتاع اللي هو ال ان موس الدبليتد مود، خلاص. فعشان كده انا زودت الحته دي، ماشي. ده الاكسبلين ببساطه اللي قال لك ديسكرايب. طيب what are specifications of MOSFET؟ طبعا احنا قلنا ان describe وال what والحاجات البسيطه دي، وهو عاوز اجابه مختصره. لو هترسم رسومات رسمه وجنبها كلمتين يعني ما تطولش. فبيقول لك في السؤال التاني what are specifications of MOSFET؟ تعال نشوف اجابه السؤال. بيقول لك السبيسيفيكيشن بتاعت الموسفت، اول حاجه ان السورس والدرين ريجنز بتاعتي ار ايدنتيكال، لازم يكونوا شبه بعض. جميل. ال N type region provide electrons and becomes the source، يعني ال N type region اللي بتولد الكترونات بتصير معايا، يبقى ده السورس. ولكن ال N type region الاخر اللي هيريسيف بنسميه مين؟ بنسميه الدرين. ولكن في حالة الدبليت مود، انا قلت لك عندنا هادي الموسفت بتاعي، باجي هادي الجيت، وادي منطقة السورس، وادي منطقة الدرين، نكتب هنا ادي درين، وادي الجيت، وادي السورس. قالك لو انا جبت ده نوع ده، لو ان بي تايب سبستريت، ويعني بالتالي ده ان بلس ان بلس، انا شغال ان موس، يبقى انا وانا جيت زرعت هنا شويه فوسفور، يبقى انا عملت تشانل ولا ما عملتش تشانل؟ يعني لو جيت عليها جهد زيرو، ما عليهاش جهد خالص، وفي جهد متوصل ما بين الدرين والسورس، يبقى في تيار هيمشي في التشانل دي. يعني هو ما بيبقاش اوف في الحاله النورمال. طب اخليه اوف ازاي؟ ان انا اعكس الجهد، اطرد الالكترونات اللي موجوده جوه هنا في الان بلس اريا دي. اطرد الالكترونات ازاي؟ اطبق جهد سالب على الجيت، يروح طارد الالكترونات ويروح قافل لي التشانل دي خالص، ويبقى في النورمال ستيت. ده النوع الدبليتد مود، وهناخده تاني بالتفصيل. يعني هناخد الدبليتد مود والانهانسد مود بالتفصيل، بس انا بديك مختصرات بسيطه كده هنت عشان نفهم الكلام اللي هيتكتب دلوقتي. بيقول لك عشان اعمل دبلت للاكزيستنج ان تايب تشانل، يعني للتشانل اصلا انا عملت لها دوبنج، يعني هي في النوع الانهانسمنت انا بعمل دوبنج للدي درين والسورس فقط، ولكن في الديبليت مود انا بحط تشانل كمان في النص قبل ما احط الجيت الاوكسايد بتاع الجيت اللي هو السين لاير، وبعدين البولي سيليكون. لا، انا بحط ان تشانل اول، فبعمل ابلاينج لنيجاتيف فولتج زي ما قلت لك، هيروح مطبع على الجيت نيجاتيف فولتج. ليه بقى؟ علشان يعمل ريبلينج للالكترونز اللي موجوده في التشانل، وهيحولها لبوزيتيف ايونز، فبالتالي هتمنع مرور الالكترونات من السورس للدرين. لو التشانل دي مش موجوده يبقى مفيش حاجه هتمر. الجهاز ده بيقول لك اللي هو الساتش ديفايس اللي هو الديبليتد مود، بيبقى عنده كوندكتد تشانل ما بين السورس والدرين زي ما احنا قلنا. في حاله، شوف بقى الحته دي، نو جيت فولتج از ابلايد، يعني هو اصلا التشانل موجوده، وده انا بعمله بمواصفات خاصه وبنستخدمه في تطبيقات خاصه. ده النوع الاولاني اللي هو مين؟ الديبليتد مود. ولكن النوع الثاني اللي هو الانهانسد مود، هو نوع زي اللي فوق كده، ولكن ما بيبقاش موجود عندي تشانل. ادي الدرين، وادي السورس، وادي الجيت بتاعتي فوق هنا، واخدين بالكم يا شباب؟ فبالتالي مفيش تشانل هنا. طب انا عندي دي بي سبستريت، بي سبستريت الماجوريتي كاريرز هي الهولز. طب انا عاوز اخلي الحته دي فيها الكترونز، يبقى راح مطبق جهد موجب يطرد الهولز من هنا، ويسيب لي هنا الايونز بتاعت النيجاتيف مع مينوريتي كاريرز، يعمل لها اتراكشن من السبستريت، يروح عامل لي تشانل صغيره كده بالشكل ده، يقدر التيار يمر. طيب لو انا حطيت 0 فولت
على الجيت، هل التشانل موجودة؟ قال لك لا التشانل مش موجود، لان انا اصلا ما كنتش صانعها وانا بصمم. فبالتالي بيقول ايه بقى؟ A reduction of the surface state enables the fabrication of NMOS اللي هو enhanced device. كلمة هنا في كلمة enhanced device which don't have a conducting channel. تمام؟ unless a positive voltage اللي انا قلت لك عليه نطبق جهد موجب is applied to the gate. Such device الجهاز ده ال NMOS enhancement are referred to an enhancement mode devices. والانهانسمنت ده بنستخدمه كتير جدا جدا جدا، لان الشانل مش موجودة عندي، فانا ممكن استخدم الجهاز ده كسويتش، مع بعض التركيبات ممكن استخدمه كفاست سويتش. فبالتالي الجيت بتاعتي اصلا ايزوليتد عن السبستريت زي ما احنا شفنا في النوعين. فبالتالي نو جيت كارنت ريكوايرد تو مينتين ان ذا انفيرجن لاير. ايه الانفيرجن لاير؟ ما هو سيادتك لما تقعد تطبق الماكسيمم بوزيتيف فولتج هنا في الانهانسمنت مود ان موس، هتقعد تعمل اتراكشن للمينوريتي كاريرز في البي سبستريت اللي هي الالكترونز، فبالتالي بيعمل هنا نيجاتيف شانل. كل ماكسيمم ابلايد فولتج هنا في المنطقه دي اللي بيوصلك لمرحله الكوندكشن في منطقه اسمها الانفيرجن لاير. طبعا عارفين اللي عندنا الاكيوميليشن والديبليتد والانفيرجن. خلاص شباب، هي عشان توصل لمرحله الانفيرجن لازم اطبق جهد موجب على الجيت، ولكن في الحاله دي مفيش كارنت بيمر في الجيت عندي، يعني الانبوت كارنت بزيرو. طب ما انا عارف ان الجين بتاع الكارنت هو الكارنت في الاوتبوت على الكارنت في الانبوت، فالانبوت بزيرو فبيديني انفينايت كارنت جين في الدي سي اوبريشن كاركترستيك بتاعه الان بوس. ولكن هل هناك resulting current between the drain and source؟ سيادتك لو انت وصلت في دي اس بطاريه هنا ما بين الدرين والسورس دي والشانل موجوده هيمر كارنت عندك. فبالتالي بيقول لك تطبيق الجهد على الجيت هو اللي بيتحكم في الكارنت المارر ما بين الدرين والسورس، ولكن ما فيش كارنت بيمر من الجيت مثلا للسورس او من الجيت للدرين في الايديال كيس انا بتكلم. فبالتالي ما مش محتاج كارنت يمر فبيديني انفاينايت جيت. خلاص نلخص الكاركترستيك: السورس والدرين ايدنتيكال اريز فيهم ان بلس، اللي بيدي الكترونز هو السورس واللي بيستقبل الكترونز هو الدرين. الدبليتد مود انا بجيب ترانزستور عادي بنفس طريقه التصنيع واعمل دوبنج هنا بالفوسفور، اعمل ان تشانل بنفسي، وعشان اشيل التشانل دي بطبق جهد سالب، عشان كده احنا سميناه الدبليتد مود. وفي النورمال كيس لما يكونش فيه جهد متطبق على الجيت، الراجل ده لو طبقت جهد ما بين الدرين والسورس في كارنت هيمر ما بين الدرين والسورس. في الانهانسمنت مود النوع التاني، الراجل ده ما بيبقاش فيه تشانل موجوده ما بين السورس والدرين في حاله ان الابلايد فولتج على الجيت بزيرو، وعشان اكون التشانل محتاج اطبق جهد موجب على السورس عشان اعمل اتراكشن للمينوريتي كاريرز الموجوده في البي سبستريت بتاعه الترانزستور، وابدا اكون التشانل بتاعتي علشان اوصل الفي دي اس ويمر الكارنت عندي. وقال لك ان مفيش كارنت بيمر في الجيت، عشان كده الجيم بتاعتي انفاينايت، لان الاي اي زي ما احنا عارفين بتساوي الاي عند الاوتبوت على الاي بتاع الانبوت. الاي انبوت ده بتساوي زيرو، خلاص يبقى عندك الاي اي بتساوي انفاينايت. وده الحل لسؤال اللي هو ديسكرايب. طبعا انت هتكتب الكلام ده بس مش هتقعد تشرح اللي انا بقوله، انا بشرح عشان اوضح الامور. بعد كده السؤال رقم 3 بيقول لك اكسبلين 4 ستيبس. كلمة ماسك دي هتبقى 4، يعني كلمة ماسك دي هتبقى 4. خلاص يا شباب،
steps of fabrication of metal gate oxide PMOS. طيب قالك الحاجات دي بتتعرف بالكارل دول. شوف بقى، شوف الإجابات الجميلة. يعني الراجل هنا بيقول لك عرف لي العملية التصنيعية ببساطة، راح جايب 4 رسومات. طبعا هو بيقول لك 4 ستيبس للماسك للفابريكيشن بتاع الميتال بيموس. بيموس يعني عندي ان سبستريت، خلاص يبقى انا عندي ان سبستريت لو دوبينج، وبعدين راح جاي عامل اوكسيديشن، سواء كان بالاوكسيديشن اللي هو مرة ثاني اكسيد الكربون زي ما شرحنا الشريط الاولاني، او كيميكال فيبر ديبوزيشن للاس اي 2، ودي سيك اوكسايد قلنا حوالي 200 مايكرو. بعد كده بيبدأ يروح جاي بيستخدم الليثوغرافي عشان يفتح الويندوز بتاعت السيريز درين والسورس، ويبدأ يعمل لهم دوبينج. بيحط هنا اللي طبعا احنا عاوزين نعمل بيه تايب، بنحط البورون ونعمل نحطه في درجة حرارة عالية لعدد ساعات معينة، فبيبدأ يحصل ديفيوجن في الماتيريال. بعد كده كل ما تزود الوقت كل ما يزيد العمق، ويحصل لاتريشن لاترال ديفيوجن اللي هو منطقة تحت الأوكسايد. أو يعني شوف المنطقة دي تحت الأوكسايد بتمثل جزء من اللاترال ديفيوجن، وده بيسبب نوع من أنواع البارازيتك إليمنتس. طبعا ده بتاخدوه في الأدفانسد كورس، مش هيبقى موجود عندكم هنا في الكورس ده. بعد كده الراجل راح مغطي عامل مغطي ده كله بالسين أوكسايد، وراح فاتح فتحة هنا واخدين بالكم، وبعدين روح جاي راح عامل ترسيب للسين اوكسايد اللي انا ماشي عليه ده. اهو ده كله ده اهو ده سين اوكسايد اهو، اللي هو ده كله دي سين اوكسايد لير، دي بنعمل لها ديبوزيشن. بعد كده راح جاي حاطط الجيت اللي هي بولي سيليكون، وبعد كده راح عامل ديبوزيشن للميتال عشان يبدأ يوصل الكوندكتس بتاعتي. طبعا ده بيقول لك الاربع ستيبس دول، الاربع ستيبس. اول حاجة اعمل فيلد اوكسايد، بعدين اعمل ويندوز بالليثوغرافي واحط سورس ودرين، اعمل لهم دوبينج، بعدين اعمل سين اوكسايد سين لير بتاع الاوكسايد اللي هي هنا، بعدين اعمل الجيت بولي سيليكون، بعدين اعمل ميتال كونتاكت. بعد كده السؤال رقم 4 بيقول لك اكسبلين الستيبس، هما 6 اوف موسفيت فابريكيشن بروسيس اللي هي النوع البلانر. طب واحد يقول لي انا جالي السؤال ده في الامتحان اتلخبطت وحليت رقم 4 زي 3، يعني حليت 3 زي 4، يعني حليت 3 زي 4، ما ينفعش العكس. يعني هنا حدد لك الاربعة ستيبس، انما هنا عاوز برنامج تكنولوجي عاوز التفصيلة بتاعة عملية التصنيع، ودي هتبقى طويلة شوية في الإجابة. يلا بينا نشوف الإجابة. أول حاجة بنجيب ويفر، ونجيب داي صغير زي ما احنا شايفين مقطوع بمقدار 100 اللي هي ميلر ان دي سيز، عشان اعمل ان تايب سيليكون، لان انا هعمل ان موسفيت ولا بي موسفيت؟ لا هعمل بي موسفيت، لان انا جايب السبستريت بتاعتي ان تايب. وليا قيمة الريزستيفيتي ثابتة زي ما حللنا في المسائل. بعد كده هبدأ اولد نص مايكرو من الفيلد اوكسايد عن طريق كيميكال فيبر ديبوزيشن او عن طريق اكسيديشن. بعد كده عاوز اعمل دوبنج للسورس والدرين. قالك once this field oxide is grown the next step is opening window by lithography. قال الكلمتين، ما شرحش الليثوغرافي بقى، احنا شرحناها في الشيت الاولاني، هو مش هيشرحها هنا، ولا ماسكينج ولا فوتوريزيستور في ماتيريال ولا انواع ولا الكلام الرغي ده. بعد ما الويندو دي اتعملت خلاص، فتحتين بتوع السورس والدرين موجودين. طب ايه الخطوه اللي جايه يا استاذ؟
هنحط البورون بتاعنا اهو. The dot region still diffuse under SiO2. There is some lateral increase which is more and more if source region is deeper. هي الحتة اللي انا كنت بقولها لكم، لما تزود الوقت في مقوس هذه الدايز او تشيبس في الفرن بيزيد عمق الديفيوجن مع زيادة اللاترال ديفيوجن تحت الاوكسايد. طبعا الخطوات دي انا شرحتها قبل كده بالتفصيل. بعد كده هنا تمثيل حلو جدا هو فتح فتحة، خلي بالك بالليسوجرافي، فتح فتحة للجيت وراح جاي عامل ديبوزيشن للاوكسايد زي ما احنا شايفين اهو. الحتت اللي هي المقطعة دي فوق غطى البي بلس، خلي بالك هم الحتت دي كلها. فبيقول لك في الجيت اوكسايد بيعمل اتشنج للاوكسايد لاير اوفر ذا جيت، حفر الحته دي زي ما قلت لك قبل ما يحط الاوكسايد. بعد كده بيستخدم الاوكسايد يحط على السورس والدرين وبرده منطقه الجيت. عشان كده احنا بنعمل الجيت اوكسيديشن. الاكسيديشن بيغطي المناطق دي كلها زي ما احنا قلنا. بعد كده احنا عملنا الجيت اوكسيديشن. سين اوكسايد بيبقى حوالي من 81 ملي لواحد ملي، انما الميتين ملي هو اللي حوالي سيك اوكسايد. بعد كده بنحط الماسك بتاع البولي سيليكون لاير عشان نعمل الجيت بتاعتي. ببدأ اعمل ديبوزيشن للجيت، اغطي المناطق دي كده وابدأ اعمل ديبوزيشن للمنطقة دي اللي هي بالاحمر اللي هي البولي سيليكون جيت. الخطوات طبعا بالاختصار بتاعها مكتوب تحت، يعني انت ممكن تعرف الاسم وتكتب بقى تشرح من دماغك. يعني مثلا عارف سن جيت اوكسايد، خلاص هنعمل فتحات فوق الجيت، منطقة الجيت، ونعمل ديبوزيشن للسن جيت اوكسايد بس وخلاص. يعني مجرد ما تعرف العنوان ده تقدر تحكي القصة. طبعا احنا بنرسم بالالوان، خلاص الاوكسايد بالرصاصي، الرصاصي فاتح السن اوكسايد، الجيت احمر، السيليكون سبستريت ان بتبقى اخضر فاتح، الاصفر الغامق بي بلس. بعد كده هيعمل ترصيب للميتال اهم الحتت دي اهي علشان يعمل الكونكشنز بتاعته. بعد كده بيبدأ يوصل الكوندكشن بتاعته. بعد ما يوصل الميتال كده انت وصلت لآخر خطوة. يبقى هو هنا عندك كام رسمة؟ دي 1 2 3 4 5 6 7. تعرف كل واحدة تكتب تحتها عنوان وكلمتين، عنوان وكلمتين، يبقى انت جاوبت الموضوع. السؤال اللي بعد كده رقم 5 بيقول لك ليه ثري شولد، ليه في حاجة اسمها ثري شولد فولتج؟ تعالوا شوية نتكلم في الموضوع ده. تعال نبص الفيجر ده الأول بعد نقرا الإجابة اللي فوق. هو الراجل ده قال لك أنا عندي إن ده إن موس بي سبستريت، وادي إن درين، وإن سورس. وصل الجيت ببوزيتيف فولتج زي ما احنا قلنا في الان موس، والسالب رايح للسورس اهو. بعد كده الدرين متوصل ببوزيتيف والسورس بالسالب. ممكن ده ساعات كله بنوصله بالارضي، وعشان التسهيل بنوصل السبستريت بالارضي في الحالة دي بس. طيب هنا انا عندي ان، طيب يعني ايه ثري شولد؟ قال لك والله انت عندك في ال... انت عمال تعمل عمليات كيميائية تسخين وكل حاجة، في بعض الشحنات بتبقى موجودة في المنطقة الفاصلة ما بين الجيت والاوكسايد، الجيت والسبستريت اللي هي الاوكسايد هنا، ميتال الاوكسايد انزليتور ده اللي هو الفيلد اوكسايد، والتشانل اللي هي السبستريت. وعشان اطبق الجهد اللي فوق لازم اتغلب على شوية الشحنات اللي موجودة اللي هنا عشان ابدأ اتعامل مع السبستريت. اتعامل يعني ايه كلمة اتعامل مع السبستريت؟
فانت لو حطيت بوزيتيف بايزنج على الجيت، فانت بتعمل اتراكشن للنيجاتيف الكترونز اللي هي المينوريتي كاريرز في السبستريت، عشان تبدا تكون التشانل بتاعتك. خلاص شباب، عشان تبدا تكون التشانل بتاعتك لازم تتغلب الاول على شويه الجهد اللي فوق. فلو احنا قلنا مثلا انا على الجيت هنا، والله انا عندي هنا شحنات هنا موجوده حوالي نص فولت، ركزوا معايا، الشحنات دي عشان اتغلب عليها لازم اتغلب عليها بنص فولت. طيب ما انا لو طبقت على الجيت هنا نص فولت، انا يا دوبك النص فولت دول، ادي الموجب اهو وموجب هنا مثلا، هيعملوا تقابل لبعض هيلغوا بعض، يبقى ده هيروح مع ده. طب انا كده برضو تغلبت على الشحنات الموجودة على السيرفيس واللي داخل جوه الاكسايد نتيجة شوية العمليات اللي احنا عاملين نعملها. طب انا الشانل لسه ما اتكونتش، يبقى لازم ازود جهد الجيت اكتر من النص، ازيد من النص عشان اوصل. فمعنى كده اصبح عندي في جهد نص فولت اللي هم عند السيرفيس دول، هم دول الثري شولد، حد خط احمر والله، وده الاتجاه الموجب للجهد بتاع الفي جيت. والله انت عند النص مش هتعرف توصل، انت لسه عند الزيرو. ماشي، فوق هنا لو احنا قلنا ادي الفي جي اس، وادي النص اللي هو الفي ثري شولد، وادي التيار مثلا اي دي. خلاص، فانا عندي في الفي 3 شولد، والله انا عمال ازود الجهد ازود الجهد ازود الجهد. فانا عندي لما انا زودت الجهد عن نص فولت، التيار بدأ يظهر عندي، معنى كده ان هو اشتغل عند جهد في جي اس اكبر من في 3 شولد بنص. يعني انا طبقت 1 فولت على الجيت، 1 فولت نص فولت هيطير مع النص فولت ده، فبالتالي هيبقى عندي نص فولت. النص فولت دول هيكونوا لي ايه بقى؟ هيسحبوا لي سالب نص فولت، شحنات سالب تقريبا يعني بالتمثيل ده، فبالتالي هيكونني شحنات سالبة تحت هنا، تعمل لي التشانل اللي تخلت الكرنت ده يظهر عندي في الكيرف. الكيرف ده انتوا كنتوا عارفينه بالطريقة دي، في جي اس وده الاي دي. فبيقول لك الفي جي اس لو زاد عن الفي ثري شولد، في تيار هيمر على القيمة بحيث ان في قيمة جهد انت تطبقها على السورس والدرين. فده الكلام اللي المفروض تبقى فاهم من شرح الدكتور حسام في المحاضرة. طيب هو الدكتور كاتبها زي ما موجودة في الكتاب على فكرة، مش زيادة ولا اقل. بيقول لك ايه؟ The oxide layer under the gate should be dielectric. جميل جدا. يعني المنطقة، هنرسم رسمة صغيرة هنا عشان تبقى لينا، ادي الجيت وادي السورس وادي الدرين. بيقول لك المنطقة اللي تحت الجيت ده الكتريك، صح؟ ما هي الجيت اللي فوق دي بيقول سيليكون اهي، ودي مادة عازلة. But there is a charge build up، في شحنات اتكونت في الاكسيد لاير، في طبقة الاكسيد العازلة، وعند الانترفيس مع السبستريت. المفروض ايدلي شود بي زيرو، يعني في بعض الحالات واحنا شغالين في المسائل ممكن ناخدها زيرو. طيب بيقول لك لو الشحنات اللي موجودة في الأكسيد لير بوزيتيف، يبقى انت محتاج على الجيت نيجاتيف فولتج عشان تتغلب عليه، اللي هو مش شوية. تعالى ننزل تاني كده، انا قلت لك لو انا عندي شحنات في الأكسيد او على السيرفيس، فانا طبقت نص فولت، ما النص فولت دول والشحنات دول بيمثلوا نص فولت،
فالنص الفولت اللي فوق دول يا دوبك يتغلبوا على النص فولت المطب اللي عندي تحت في الاوكسايد والسيرفس. خلاص نتيجة الشحنات اللي اتكونت على السيرفس وداخل الاوكسايد. ولو خدت في المحاضرات معادلة ال V3 شولد هناخد عليها مسائل بعد كده، هتلاقي ان هي بتتكون من السيرفس ستيت والورف فانكشن والشحنات في الاوكسايد والشحنات عند السيرفس، ولو في الديبليتد تايب بيبقى في الديبليشن لاير في شحنات. فالشحنات دي عشان اتغلب عليها بطبع جهد جيت. فالراجل قال لك ايه بقى الكلام اللي احنا شرحناه؟ قال لك لو تحت الجيت شحنة موجبة يبقى لازم اطبع على الجيت شحنة سالبة، تمام، علشان اتغلب على الشحنات اللي موجودة. طب لو تحت الجيت شحنة سالبة يبقى لازم اطبق شحنة موجبة العكس عشان اتغلب على هذه الشحنات. فبيدي مثال بيقولك لو الفي 3 شولد بنص فولت في الان موس اللي احنا كنا بنشرحه في المسألة، فعندي نيجاتيف تشارج في الاوكسايد، هي بوزيتيف فوق، ما اقول لك لو الشحنة سالبة يبقى الفي ثري شولد بتاعك كام؟ نص فولت. اهو ما هي الشحنة لو سالبة يبقى الشحنة اللي انت محتاج كام؟ بوزيتيف. بوش از توردز نيجاتيف تشارج، خلاص جميل جدا. فلما طبقت انا البوزيتيف 1 فولت، انا طبقت الفي جي بواحد فولت، فبالتالي انت عندك ديبليشن لير. ليه؟ لان الجيت الواحد فولت دي هتسحب حاجتين، هتتغلب على الشحنات السالبه اللي موجوده في السيرفس والاوكسايد بنص فولت، يبقى انت تفضل عندك نص فولت. فالنص فولت اللي باقيين بعد السيرفس هيكونوا لي حته هنا نيجاتيف اللي هي التشانل اللي اتولدت بمقدارها يمثل كام تقريبا؟ حوالي نص فولت. فبالتالي ممكن لو هي القيم ده مثال بسيط يعني مش صعب ومثال تمثيلي، انما هي في حسابات اكتر من كده وقيم اربع حدود بيمثلوا الفي 3 شولد، وامتى الفي 3 شولد في الروم تمبريتشر، ولما درجة التمبريتشر تتغير، ولما يكون عندي بايزنج للسبستريت، في حاجات كتيرة أنواع مختلفة للمعادلات الخاصة في السيرش. عندنا البي موس الفي 3 شولد برضو بسالب نص، يبقى الشارج عندي كام؟ بوزيتيف. فأنا محتاج أطبق في الفي جي جهد حوالي سالب واحد، لأن دي سالب. فبالتالي ما السالب واحد دول صح؟ سالب واحد دول جزء هيروح مع عشان يتخلص من الشحنات اللي تحت اهو. فبالتالي انا هلاقي نفسي ان انا محتاج حوالي سالب واحد ونص فولت عشان اتغلب على الشحنات البوزيتيف الموجودة في الاوكسايد عندي. خلي بالك في البي موس القيم بتبقى مختلفة. لو احنا قلنا ادي الفي جي اس، الفي 3 شولد بتاع الراجل ده سالب، عشان كده طلعت عندي القيمة دي حوالي سالب واحد ونص. فالراجل بيقول لي والله انت لو شغلت وادي الاي دي الفي جي اس قيمته بالسالب، لان مطبق على الجيت جهد سالب. طيب انت لو قللت، لو خليت الجهد سالب اكتر يبقى الشانل بتاعتك بتكبر اكتر، يبقى انت عندك تيار بيمر. طيب هنا الرسمة اللي انا رسمها دي صحيحة؟ لا، لان هي موجودة اصلا تحت كده، تيار بيمر لتحت. ليه يا شباب؟ لان ده الكرنت من الدرين للسورس، فانت لما تعكس البايزنج خلاص هتلاقي ان الكرنت كيرف بتاعه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، بيدل على انعكاس الاتجاه وليس القيمة الفعلية. يبقى نمسح بقى الحاجات دي. يبقى احنا عندنا يا شباب السؤال بتاعنا هنكتب السطرين دول. والله انا عندي الفي 3 شولد، لان انا عندي
هما اللي جبت إجابة أهي، وده تعريف بسيط، ودول مثالين. ممكن تقول واحد كفاية تاني. عندنا ال V threshold هو عبارة عن جهد التشانل بتاعتي ما تقدرش تتكون إلا بعد ما يكون الجهد العجيب أعلى من ال threshold. بس ليه؟ علشان لو انا عندي شحنة موجبة تحت الجيت محتاج جهد سالب عشان يحول الموجبة دي ويتغلب عليها، لو هي سالبة انا محتاج جهد موجب عشان اتغلب عليها. ودي مثال مشروع عندي بس خلاص ببساطة، انما الشرح التفصيلي في سيرو شولد في الجزء الشابتر القادم، الشيت القادم يعني. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. What are benefits of gate length reduction؟ بيقول لك what are the benefits of gate length reduction. احنا قلنا ان التشانل بتاعتنا هي مسافة ما بين السورس والدرين، فلو انا قللت المسافة دي اكيد الالكترونات التيار بتاعها هيمشي وقت قصير، فترانزيت تايم بتاعها هيبقى صغير، وبالتالي الجهاز هيبقى يوصل اشاراته بسرعة. وقال لك ان الجيت لينس بيعتمد ان انت تقلل المينيمم فيتشر اللي هي اللامدا سكيل بتاعتك سايز، وبالتالي هتدينا ترانزستور حجمها اصغر، نحط عدد اكبر من الترانزستور على الشيب على المساحة او الحجم اللي مديهولي، فبالتالي انت زودت عدد الترانزستورز. وممكن تستخدم لارج شيبس اكبر حجما شوية، وتقدر تزود عدد الترانزستور اكبر، وبالتالي الترانزستورز اللي استخدمت دي كلها هي اصلا مصنوعة بالشورت لينس شانل، جيت لينس شانل اللي هي بنقول عليها شانل لينس تقريبا. فبالتالي اصبح عندي الديفايس او الشيب كلها اللي هي حجمها كبر، وبقى في عدد ترانزستور اكبر، بقيت اصبح عندي الوضع اسرع من ان انا اعمل ترانزستورز الجيت لينس بتاعها كبير وبتاخد عدد ترانزستورات اقل في نفس الشيب. عاوزين نحل بقى ال سؤال رقم 7. why ان موس سيلف الايند بولي سيليكون جيت؟ ليه في تكنولوجيا هنشرحها في السؤال رقم 8 بسيلف الايند؟ ليه بنستخدم السيلف الايند بولي سيليكون جيت تكنولوجي في تصنيع الان موس؟ ليه؟ اجابه سطرين. بيقول لك بسبب شويه حاجات. نتيجه ان بيحصل كريستال دامج اثناء ان احنا بنسخن، مش احنا بندخل الشيب بتاعتي اللي هو الترانزستور ده اثناء التصنيع، عمال نعمل ديبوزيشن لاوكسايد ونعمل فوتوليثوجرافي وكل حاجه، بيحصل كريستال تقريبا دامج نتيجه الانرجي العاليه والاين امبلانتيشن. لو انت استخدمت اين امبلانتيشن بدل الديفيوجن، فبالتالي لازم تاخد الشيب دي وتدخلها كده الفرن على درجه حراره خفيفه وقت شويه عشان تعمل عمليه اسمها النيلينج، بتريح فيها الكريستلز بتاعت الاتومز بتاعتك عشان تحاول تترصص تاني وتوصل للنورمال تقريبا. طبعا ما فيش حاجة 100% عند حوالي درجة حرارة 800، ولكن احنا عندنا الجيت الاولانية كانت ميتال، كانت المونيوم، فبالتالي ما اقدرش استخدمه لان درجة الانصهار الالمونيوم اقل منه. فبالتالي احنا هنستخدم البولي سيليكون علشان نستخدمه كماتيريال لل ماتيريال للجيت. تمام يا شباب. ليه بقى؟ لانه يقدر يستحمل الهاي انيلد تمبريتشر اند كان بي اوكسايد جاست لايك سيليكون. يعني انا ممكن اعمل له اوكسيديشن للبولي سيليكون وكمان بيستحمل درجات حراره عاليه. فالسيلف الايند بروسيس بتقلل البارازيتيك كاباستنس
تاني السيلف الاين بروسيس بقى اللي هو دكتور ليه بيقول واي سيلف الاين، بتقلل باراسيتيك كاباستنس ما بين الجيت والدرين. طبعا رقم 7 مش هو السؤال اللي انا قلت عليه، بس احنا عاوزين نشوف قصة السيلف الاين. الخطوة اللي جاي يعني الرقم السؤال اللي بعديه هو بيحل السؤال رقم 7. في غلطة بس في تركيب الشيت الحل، يبقى دي هتبقى إجابة مش هنحط هنا حاجة خالص، واللي جاي هتبقى 7. فبالتالي السيلف الاين بتقلل البارازيتيك كاباستنس ما بين الجيت والدرين اند therefore improve the high frequency performance، لأن الكاباستنس عارفين إنها بتخش في معادلة ريزونانس. فبالتالي لما أشيل بارازيتيك إليمنت مش موجود، أنا أصلا ما صنعتوش، ما صنعتش كاباستنس، هو ظهر عندي ليه بقى؟ مش أنا قلت لك في حاجة اسمها lateral diffusion؟ ما الحتة اللي ما بين الدرين والجيت دي، الحتة الصغيرة دي بتعمل حاجة اسمها إيه؟ بارازيتيك إليمنت كاباستنس. فبالتالي لما اقللها او اشيلها خالص، اعمل لها اليمينيشن، وتكون قيمتها صغيره جدا، فبالتالي مش هتاثر على الفريكوانسي كاركترستيك او في الهاي فريكوانسي بيرفورمانس بتاعه الديفايس، ولا السويتشنج تايم. طبعا السويتشنج تايم ده مقلوب الفريكوانسي ريسبونس. رقم 3 ان انا بحط على الجيت اللي هي البوليسيليكون، بحط عليها السيليسايدز لاير عبارة عن باد سيليكونز، بتقلل لي الجيت ريزيستنس، ولكن بتدي لي الكواليتي عالية جدا للإمبلانت ماسك، يعني بتديني نفس المواصفات بتاعة السيستم من غير اللاير دي، بتاعة الكومبوننت دي عند الجيت. فبالتالي السيلف الاين بروسيس اوسو ريديوس ذا ترانزستور سايز اند هنس انكريز ذا دنستي، اللي هي كثافة الترانزستور موجودة داخل الديفايس. فهنا الفيلد اوكسايد was replaced by a local oxidation isolation structure اللي هو اللوكس، هنشرحه دلوقتي. where a ال Si2N4 layer is used to prevent the oxidation in the MOSFET region. مش احنا عندنا في الموسفيت ريجن كنا بنحط السن لاير، فقالك هنحط عليها طبقة من الباد سيليكون اللي هو Si2N4 layer عشان نحمي الاكسديشن في المنطقة دي. لما استخدم اللاير دي بتبقى هي زي الماسك بتاعتي، هي زي ما قلت لك انا بحافظ على الكواليتي بتاعت الامبلانت ماسك، وان انا اقدر اعمل هولز علشان اعمل كونتاكت على اللاير من فوق، وبيديني مور كومباكت ديفايس. ايه الكلام اللي انا عمال احكيه ده؟ تعالى نشوف. اول حاجة تعالى نشوف ايه اللوكس. اللوكس قال لك ان انا باجي اعمل دوبوزيشن لسين لاير من الاوكسايد هنا اهي اهي، وبعد كده بحدد الاكتيف اريا، وببدأ اضيف لاير فوق الاوكسايد، نعملها بلون تاني اللي هي السيليكون نيترايد اهي اللي هي البنفسجي، وابدأ اعمل ماسكينج عادي، وابدأ اشيل الاجزاء اللي في النص اللي هي في النص دي، تمام. فبالتالي لما انت تيجي تشيل الحاجات دي خالص بقى، خلاص بعد ما عملت الايتشنج، اهو بعمل ايتشنج ايتشنج ايتشنج، اصبحت عندي سين لاير اوكسايد وسيليكون نيترايت. بعد كده دي اسمها ايه؟ اللوكال اوكسيديشن اوف سيليكون، يعني في لوكال اوكسيديشن للسيليكون. ان انا عملت السبستريت اهي وطبقت على سين لاير، وحطيت سيليكون ان 4 دي ممكن دي بتحمي لي السيليكون دوكسايد، بتحميها لي. يعني مثلا لو عملت دوبينج مفيش دوبينج هيجي على السيليكون دوكسايد، عملت اي عملية هنا هي محمية بالايه، بالاس اي 3 ان 4.
بعد كده اهو الراجل راح جه عامل اللي تشانل ستوب ما بين انواع الترانزستور، عندنا كذا ترانزستور جنب بعض، انا هعمل الترانزستور بتاعي في المنطقه دي في البي سبستريت، فهو عامل تشانل ستوب سايت تمام، بي ستوب بي بلس، هو هنا تحت هنا ايه البي سبستريت. طيب ما هو عامل دوبنج من غير ما يشيل اللي هي اللوكال اوكسيديشن اللي هي اس اي ان 3، ويبدأ يزود لي يعمل لي سيك اوكسايد اهو تمام يا شباب، وبدأ يكمل العملية بتاعته زي ما كانت، فظهر عندي ان انا عندي ريجين هنا ممكن استخدمها، عندي اعمل هنا ترانزستور اعمل هنا ترانزستور، وبالتالي انا وصلت لللوكس بتاعتي. فايه الفرق بين اللوكس؟ ان هو بيجي، الفرق الوحيد ان هو بيجي على حتة الاوكسايد اللي احنا حطيناها في منطقة الفيلد او الجيت او بتاع فوق الشانل وفوق مناطق الدوبينج، بيبدأ يحط سيليكون نيتريت. فبيقول لك ان السيليكون نيتريت دي بتحمي الاوكسايد ان هي تتأثر بأي عمليات اخرى، كمان لو عملت لها ايتشنج وانت بتعمل الميتال بتاعتك، فبالميتال بتاعتك بيبقى ممكن تعمل هول خرم كده من السيليكون نيترايد والاوكسايد، وتعمل ديبوزيشن تتدخل هنا ميتال بتاعك المعدن اللي هو الكونتاكت بتاعك يوصل مع السورس او الدرين بدون ما تأثر على اي مناطق تانية حواليك. ليه؟ لان الحتة دي الـ SI3N4 دي بتحمي الاوكسايد بتاع الجيت اللي موجود الفيلد سواء كانت موجودة في اي مكان عندي في الترانزستور ده، بالنسبة لحتة اللوكس. طيب في السيلف الايند بقى هنشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لك ليه هنستخدم السيلف الاين؟ فبالتالي السؤال ده اللي هو رقم 7 بقى اللي هو المفروض هنجاوبه دلوقتي، واي ان موست سيلف الاين. لو احنا شفنا الستيبس بتاعت السيلف الاين ان موس ونروح مجاوبين، يعني احنا هنجاوب السؤال رقم 8 الاول وبعدين نجاوب السؤال رقم 7، نقول ليه؟ لان انت مش هتفهم يعني ايه سيلف الايند بالرسومات وكده الا لما تجاوب السؤال ده. بعد كده هنقرا الكلمتين بتوع اجابه السؤال ليه هنستخدم السيلف الايند. فبالتالي ده السؤال رقم 8، هو دي رقم 7 مش 8، خلاص عشان كان في غلطه في الشيت ده. هناخد رقم 8 على طول اللي هي الاكسبلين الستيبس بتاع الفابريكيشن بتاع ان موس سيلف الايند بولي سيليكون جيت. تعالوا نشوف الاستبس ببساطه شديده جدا، نفس الخطوات اللي فات واللوكس راحته ازاي هي اللي هنعمله هنا. شوفوا السيلف الايند بقى بيجيب البي سبستريت، انا شغال ان موس، وادي السيك اوكسايد 10 مللي، عمل له ايتشنج الجيت اوكسايد وعلى البولي. هيعمل ايه الخطوه دي بقى؟ بيعمل ايتشنج ويفضي المنطقه اللي في النص بالشكل ده، ويروح جاي حاطط لي سين اوكسايد لير اللي هي الابيض المخططه بالاسود دي اهي، دي سين لير، ويروح جاي عامل ديبوزيشن لمين؟ للبولي سيليكون اللي هي الحته دي اهي في النص بس اللي هي تحتيها مين اللي المفروض تبقى للشكل. بعد كده يبدأ يحط مين بقى رقم 3 السيك اوكسايد يعمل له ديبوزيشن برضه. يبقى دي الفيجر ده بيوضح 3 خطوات، ايتشنج لمنطقة الجيت، تاني حاجة السيل لير ديبوزيشن، تالت حاجة يعمل ديبوزيشن كيميكال ديبوزيشن البولي سيليكون، وبعدين يعمل كيميكال ديبوزيشن للسيك اوكسايد. دي عن طريق دي طريقة الباتاكسيال لايرز زي ما خدناها في شيت رقم 1. بعد كده هيبدأ يفتح بالليسوجرافي المناطق بتاعت الجيت باترن اهو، يعني عمل لها ايتشنج وعمل ويندوز للسورس والدرين. هنا الجيت غطاه بالاوكسايد وباترن للسورس والدرين وعمل ديفيوجن تمام، شكل ديفيوجن، وادي منطقة اللاترال اللي قلنا عليها بتعمل بارازيتيك كاباستنس خلاص، وادي الان بلس ماتيريال جيت عن طريق ان انا حطيت الفوسفور بتاعي ده، عملت له دوبينج هنا داخل الماتيريال. هنا بقى
سموها ليه سيلف الايند؟ الاجابه هنا ان مجرد انا عملت ايتشنج للمنطقه دي اقدر اعمل ديبوزيشن للميتال بتاعي على طول، فبالتالي الميتال بقى معمول له حاجه اسمها سيلف الايند، هو عارف مكانه رايح فين سواء عند السورس او الدرين او الجيت، وبعد كده اعمل الميتال كونتاكتس بتاعتي وشكرا. فكلمه سيلف الايند جايه من ان هو بعد ما مشي الخطوات دي ظهر عنده ان المكان اللي هيحط فيه الميتال هيبقى دايركت افكت. وفي شكل 3 دي للديفايس اشوفه لكم في الكتاب دلوقتي واوريه لكم شكل التشانل اصلا من وصل الكونتاكت منين. خلاص ده السؤال رقم 8 اللي هو الاكسبلين ماسك ستيبس، تمام، اللي هم الاربع خطوات. و هنشرح دلوقتي بيقول لك واي ان موست سيلف الايند بولي سيليكون. خلاص فالمعلومات اللي انا قلتها لكم من شويه دي معلومات ليك، انما الاجابه بتاع السؤال اللي هو واي ان موست سيلف الايند ده. بعد ما شفنا يعني ايه سيلف الايند وهي عمليه عاديه خالص، هي بس ان حته ان الماسك الاخير بينزل الميتال في الاماكن بتاعته فبقى سموه سيلف الايند. فبيقول لك السيلف الايند از اوبتيند باي يوزنج ذا جيت از ذا ماسك فور ذا سورس اند درين امبلانت. ازاي سيادتك هيستخدم الجيت ذا ماسك؟ عن طريق اللوكس. احنا قلنا ان السيليكون نيترايد بتحمي الجيت، فانا ممكن اعمل ديفيوجن للسورس ودرين، اقدر اعمل ديبوزيشن للميتال والجيت بتاعتي والاوكسايد بتاع الجيت اللي فوق الجيت واللي تحت الجيت محمي بالسيليكون نيترايد. عشان يشيل الكريستال دامج قلنا بيعمل النيلينج عند 800 درجه، والالومنيوم جيت مش هتقدر نقدر نستخدمها في الحاله دي لانه هو ليه لو ميلتنج بوينت، درجه حراره استهاره صغيره. بعد كده الدوبد بولي سيليكون ممكن يستخدم عند درجات النيلينج اللي هي 800 نستحملها. سيلف الاين بروسيس بتقلل البارازيت الكاباستنس ما بين الجيت والدرين زي ما احنا شفنا، وبالتالي بيحسن هايبر فريكوانسي بيرفورمانس وسويتشنج تايم. وقلنا ان السيلف الايند بروسيس بتقلل الترانزستور سايز، تمام، حيث وبتقلل الدينستي. وقلنا ليه؟ قلنا لان احنا ممكن بالسيلف الايند ان انا عندي الجيت وحط عليها السيليكون نيترايد، ادي الجيت تحت اهي السيليكون نيترايد فوق، فانا ممكن اوصل لاطوال التشانل او طول جيت صغير جدا، فعملت جيت ريدكشن فقللت حجم الترانزستور، فقللت زودت كثافه عدد الترانزستور الواحده، عدد الترانزستورز اللي موجوده في التشيب الواحده. الفيلد اوكسايد اللي هو موجود فوق الجيت بنبدله بالسيليكون نيترايد عشان تحمي الاكسديشن ان ذا موسفيد ريجن، عشان تحمي الجيت بتاعتي و ال وال منطقة الاكسديشن اللي تحت الموسفيد ريجن. فاللوكس زي ما احنا قلنا ان هو بيحط سيليكون نيترايد فوق الجيت الاكسايد علشان يحمي الاكسديشن الموجود في منطقة الموسفيد ريجن، وبالتالي اقدر اعمل ديبوزيشن لأي ماتيريال تانية موجود عندي. ده بالنسبة للسؤال ده، يبقى ده 7 و8 والسيلف الايند مشروح طبعا في الكتاب بالتفصيل، تمام. ده نقطة. نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول ايه، رقم 10 احنا 9. What are the fabrication process for polysilicon gate in MOS transistor؟ تعالوا نشوف الإجابة. طبعا احنا قلنا رقم 10 دي هتبقى 9 عشان بس لما تاخدوا الشيت محلول من دكتور حسام. What are the fabrication processes of polysilicon gate ان موس ترانزستور؟ طبعا احنا هنقعد نلغي نفس الكلام
قلنا نبي سبستريت ونحط عليها سيليكون، بعدين نعمل ايتشينج ونحط سين لاير سيليكون، صح؟ ادي السين لاير من السيليكون دكسايد على كل الويفر، وبعدين نفتح ويندو للفيلد اوكسايد، وبعدين نعمل سبجكت سبستريت تو اوكسيديشن تو ديبوزيت السين لاير من السيليكون دكسايد. زي ما قلنا احنا بنفتح نعمل سيك اوكسايد، وبعدين نفتح هنا لاير نعمل ديبوزيشن لسين لاير اوكسايد اللي هي هنا، خلاص اللي هي بره هنا دي. بعد كده بيروح مغطي المنطقة كلها بالبولي سيليكون عن طريق كيميكال فيبر ديبوزيشن اهي، دي كلها بالبولي سيليكون بالاحمر، ده رصاصي بي سبستريت بالاصفر. وبعدين بيبدأ يحط الفوتو ريزيست عشان يعمل الويندو بتاعته، ويعمل ايتشينج. تمام يا شباب، راح اعمل فتحة هنا في الشمال وفتحة في اليمين عشان يعمل بقى ايه، هيعمل الدوبينج ديفيوجن. فهو شارح هنا بقى ديبوزيت فوتو ريزيست اون اول ذا ويفر، هيحط الفوتو ريزيست على ال على ال على ال على فوق البولي سيليكون كله، استخدم الفوتوليثوغرافي. وبعد كده بيعمل سيك اوكسايد اوفر ذا انتاير ويفر عن طريق استخدام الكيميكال فيبر ديبوزيشن، وبعدين بيعمل ديبوزيت لاير اوف بولي سيليكون اند ذن باترن ذا بولي سيليكون مينلي، بيبدا يشكل البولي سيليكون الموجوده على الاوكسايد اللي فوق بتاع الفيلد اللي هو اساسا فوق الجيت. وبعدين البولي سيليكون ده عمل ديبوزيشن بالكيميكال ديبوزيشن بروسيس. طبعا الكلام تحس ان هو مش مرتب شويه، ولكن العمليه بسيطه. بنقول بنجيب السبستريت نحط عليها سيك اوكسايد، نعمل له ويندو بالايتشنج، وبعدين نعمل سين لير اوكسايد، وبعدين نيجي فوق السين لير اوكسايد نحط بولي سيليكون ببساطة. اكتب الكلام ده ببساطة بلغتك. بعد كده استخدم الليثوغرافي عشان اعمل ويندوز. الويندوز دي هستخدمها علشان ابدأ خلي بالك الخطوة دي متكررة، رقم بي متكررة، يعني بي هنا اهي وبي متكررات هنا، ماشي. بعد كده عمل الدوبينج اهو، فتح السورس والدرين وعمل دوبينج هنا ان بلس وان بلس بالديفيوجن، وبعدين هيبدأ يعمل ديبوزيشن للميتال عشان يعمل الكونتاكتس بتاعت السورس والدرين. فقال لك الديبوزيت الومنيوم اللي هو هيستخدمه ليه كونتاكت او المتر عشان يعمل كونتاكت بتاع السورس والدرين which automatically aligned. هم اساسا مجرد ما عمل ديبوزيشن هم عارفين رايحين فين، فعشان كده سموها السيلف الاين تكنولوجي زي ما قلت لك. طبعا السيلف الاين الواحد يخاف، يعني ايه السيلف الاين بتاعه؟ في الاخر ان المتر وهو بيعمل له ديبوزيشن ترصيب عارف هو نازل فين في الويندو اللي انت فتحتها فوق الايه، فوق الدرين وفوق السورس. فدي اخر خطوة الكيميكال فيبر ديبوزيشن للميتال وتوصل الكونتكست بتاعتك. الرسمة 3 دي اللي في الكتاب هنشوفها دلوقتي. هنيجي نبص هنا يا شباب، ادي الاوكسايد رسمة 3 دي، وادي الاوكسايد، وادي منطقة الدرين، وادي منطقة السورس، وادي البوليسيليكون جيت اهي. شوف شوف، واخدها بعيد عن المنطقة وراح جاي معرض ورا هنا كده منطقة البولي سيليكون، وراح معامل ديبوزيشن لميتال عليها كتير، طلع منها الكونتاكت عشان تعمل بيرفكت كونكشن للتشانل. ليه؟ قلنا ان اللينس بتاع التشانل بتاعتي اللي هي المسافة تقريبا ما بين السورس والدرين كايد الكيس بدون محساب اللاترال ديفيوجن، المسافة دي بتبقى صغيرة جدا جدا جدا. طبعا انا جيت وصلت الكونتاكت ممكن اعمل دامج للمنطقه دي، فبيروح ساحبها لفوق ومعرض وعامل ديبوزيشن عليها بالميتال وعامل منها الكونتاكت بتاعت الميت. ده الشكل السري دي. اخر سؤال في الشيت، اكسبلين بولي سيليكون جيت ان موس ماسكينج.
انا اجابة الكتاب احسن شوية من في الشيت، بس هنشوف الشيت برضو عشان ايه ماشيين مع اطار الدكتور حسام. الشيت بيقول ان هو بيستخدم زجاجي جلاس ماسك او ريكتاي ريد ريتيكل، ريتيكل اللي هو مادة شفافة يعني، ترانسبيرنت ماتيريال. بعد كده ادي الماسك بتاعي بيبقى عبارة عن مادة شفافة. المادة الشفافة دي ببدأ أعمل أسود فيها بعض المقاطع، يعني ممكن أسود دي كده ماشي. كونتيننج باترن، الباترن اللي هو الجزء اللي أنا مظلله بره. that we want to transfer to the silicon. أنت عاوز إيه؟ يعني الباترن ده اللي هو الشكل اللي في النص اهو، والجزء اللي مظلله لنا بره ده النيجاتيف باترن. البوزيتيف باترن هو الباترن اللي انا عاوزه يظهر على الديفايس بتاعي. is brought in close proximity to the wafer. the combination of the mask، تركيبه من الماسك والويفر اللي هي الشيب يعني بتاعتي، الاثنين هيتعرضوا للالترا فايلت لايت. خلي بالك احنا لازم يبقى فيه ايه ما بين الماسك، ادي الماسك وفي فوتو ريزيست ماتيريال وفي التشيب بتاعتي، صح؟ مش احنا قلنا في ماتيريال بنرسمها على سطح المادة كلها، وادي الماسك بتاعي. الماسك بتاعي الحتة دي سودا والحتة دي سودا والحتة دي اللي في النص فاتحة. فلما اخش الترا فايلت هتخش في المنطقة دي، تخترق، تحول المنطقة هي فوتو ريزيست مادة سوليد، لما تتعرض لليو في اللي هي الالترا فايلت لايت كده او ريز، هنلاقي ان المادة دي بقت سوليبل، يعني قابلة ان انت تقدر تشيلها بأي محلول بسيط، ويتفضل الجزئين اللي في الجناب. فبيقول لك هنا where the mask is transparent the photoresist becomes insoluble يعني and the material is selectively removed from these areas by etching. خلاص insoluble يعني اللي هو يبقى solid شوية، وده من نوع النيجاتيف. يعني هو انا بيتكلم عن نوع النيجاتيف اللي هو لما بيتعرض للضوء ما بيذوبش، انما البوزيتيف اللي هو اللي بيتعرض للضوء بيذوب. فخلي بالك من ان هو بيتكلم ازاي. تعال نشوف الإجابة في الكتاب أريح شوية، هنشوفها دلوقتي. هنا في الكتاب بيقول a glass mask or reticle اللي هو containing the pattern that we want to transfer to the silicon is brought in close proximity to wafer مش عارف ايه combination كذا كذا كذا. الحتة الزيادة عن الكتاب اللي هي الجزئية دي، ان بيقول ان هنا الماسك الأولاني the first mask is source and drain mask، ده اللي بيتحط فين يا شباب الكبير ده؟ بيتحط فوق الجيت، منطقة الجيت، عشان ايه؟ اعمل ازيل المناطق اللي فوق ايه؟ اللي فوق السورس والدرين. وعشان اعمل selective masking بستخدم حاجة اسمها الفوتوليثوغرافي خلال عملية التصنيع. السكند ماسك اللي هما على اليمين والشمال is the gate mask and must cover source and drain. لما اجي اعمل اي بروسيس على الجيت، الماسكين دول بيغطوا السورس والدرين، ولازم الاتنين يتداخلوا مع بعض. الماسكات دي خلاص في البي جي تي ما بيتداخلوش مع بعض، لكن في الان موس والبي موس الماسك الاولاني والماسك التاني بتاع السورس والدرين. طبعا احنا شايفين ان دي منطقة الجيت اللي في النص، ادي ال L بتاع الشانل. لو نزلنا تحت كده هنشوفها، ادي منطقة الجيت. اي عاوز تعمل اي حاجة على المساحة دي بتستخدم الماسك رقم واحد، عاوز تعمل اي عملية على المساحة اللي تحت دي هتستخدم الماسك رقم اتنين. فالرسمة دي حلوة ان هي تترسم في السؤال ده مع كلمتين الصغيرين اللي فوق. خلاص يا شباب، في عملية الماسكينج يعني هي مشروحة أثناء العملية، أدي أهو. هنا رقم واحد field oxide and then deposit،
عمل الفيلد اوكسايد، عمل ديبوزيشن، وبعدين ادي البوليك سيليكون الاحمر ده اللي عامل زي الجيت كونتاكت، وبعدين يعمل فيلد اوكسيديشن لفوق فوق البولي سيليكون. بعد كده بيستخدم التو ويندوز اللي في الجناب علشان يعمل السورس والدرين، التو ويندوز اللي هما رقم 2 فوق. فانا شايف ان الرسمتين دول معك السطرين اجابة وافية للسؤال الاخير، انما تكتب الكلمتين دول بس يعني، او ممكن تقسمها بوينتس يعني، رقم الشرطة الاولانية تتكلم لغاية هنا، وذا كومباينيشن اوف ذا كذا كذا دي الشرطة التانية، وهوير كذا الشرطة التالتة، يبقى تعملها على هيئة 3 نقط كده يبقى شكلهم حلو. انما وترسم الرسم، الرسمة مهمة، شكل الماسك ده مهم كده. احنا السؤال رقم 10، والشيت رقم 2 هو عبارة عن 10 اسئلة.